والجيد أن إحنا في المنطقة العربية نحن أسواق ناشئة، الفرص العمل التجاري موجودة في كل مجال، عليك تتحرك، عليك تكون شجاع. رأس المال ما هو مشكلة، ولكن لازم يكون عندك الرغبة، الشغف، وتكون شجاع وتتحرك، وبتطيح على وجهك كم مرة وبتقوم. أنا طحت من أول محل كيك فتحته إلى محلات كنت بالكرامة جزم، إلى بعدين بنيت شركة عقارية 220 مليار اليوم. فالإنسان لازم ولازم ما يسمع كلام الفاشلين، والله لا ترى إذا ما سويت هذا والله يمكن أنت ما أنا لما عملت برج خليفة، لا أنا مهندس ولا إنجينير، ولا أبوي مهندس ولا أبوي إنجينير، ولا عمري عملت عمارة طويلة، لكن في حب وفي عمل بجد واجتهاد وليل ونهار ومخاطرة. بس ما تسمع كلام اللي يقول لك لا والله يمكن ما تقدر، هذا ما تسمع كلام الفاشل أسميه، ما نسمع كلام. لازم ما تجلس جنب إلا أحسن الناس، أحسن الناس بالأخلاق، أحسن الناس بالعلم، أحسن الناس بالجد والاجتهاد.